نستمر معكم مع اكمال التصميم فيما يخص العلاوه والترفيع البيانات الاساس في للموظف قلنا انه عندنا الاسم الكامل وعندنا العنوان الوظيفي والعنوان الوظيفي هو يسند يعني حسب صيغه العناوين الوظيفيه حسب المؤسسه بطبيعه الحال لدينا البيانات الاخرى ايش راح تبدي تضمن لك راح تبدي تضمن عندك يعني بياناتين اساسيات اللي هي بيانات العلاوه والترفيع الحاليه وبيانات العلاوه والترفيع القادمه طيب كيف راح نبدا نصيغها راح نبدا نصيغها ضمن الحقول التاليه اخذ هذه نسخ واقوم باسقاطها هنا اوكي وابتدي في عمليات التغيير هذه ايش ايش انت تحتاج تحتاج طبعا الى درجه يعني الدرجه الحاليه اوكي بهذا الشكل طبعا كل البيانات هي تعتبر عندي ريكويرمنت ما في داعي يعني اضيف جزئيه ريكويرمنت كل البيانات راح تعتبر عند ريكورد وربما اضيفها فيما بعد ام فيما يخص هذه البيانات اقوم بتغيير الكومبو بوكس هذا التيتل الخاص فيه الى العلاوه مثلا والترفيع او العلاوه الحاليه وليس الترفيع علاوه الحاليه اوكي يعني البيانات الحاليه فيما يخص العلاوه هذه بطبيعه الحال اقوم باصعاد هذا الجزء يكون عندك في الجزء العلوي وطبعا الدرجة انت ايش تحتاج تحتاج ان يكون عبارة عندك عن نومريك نمبر يعني نومريك اب داون ما تحتاج يكون عندك تكست بوكس لان هو قيمة انتجر بطبيعة الحال اوكي هذا فيما يخص طبعا الدرجة اوكي ومثل ما ذكرت لك انت تحتاج الى درجة وإلى مرحلة وإلى تاريخ هذه ثلاث أمور أساسية درجة ومرحلة وتاريخ لذلك هذه راح تكون عندك الدرجة نجعل أقل قيمة لها يعني هنا عندك المينيمم يمكن تكون صفر ما فيها مشكلة ولكن القيمة الأولية الفاليو الفاليو الأولية أجعلها واحد مبدئيا أوكي ثم اخذ نسخ خاليه بهذا الشكل واقوم باسقاطها هذه راح تكون عندك ايش راح تكون عندك المرحله اوكي المرحله اذا درجه المرحله كلاهما انتجر فاليو وبعد ذلك لديك التاريخ درجه ومرحله وتاريخ وطبعا لا تنسى انه الدرجه والمرحله لها فد راتب معين فبالتالي نقدر نصيغها كالتالي درجة مرحلة وراتب إذا نستطيع أنه بسحب هذا الجزء بسحبه بهذا الشكل والراتب يكتب عندك كقيمة مباشرة إذا أستطيع أن أخذ هذا كوبي بهذا الشكل وأقوم بتصغيره يكون عندك بهذه الصورة أوكي ممتاز أم أيضا لديك التاريخ أقوم بسحب بهذه الصورة و هذا الجزء الى التاريخ وهذا الجزء اقوم بتغييره الى الراتب الراتب الاسمي اوكي ممتاز الان اخذ الجزء اللي هو يعطيك التاريخ والوقت اللي هو data and time and data and time picker يعني عملية اختيار التاريخ والوقت وقم بسحبه يكون عندك بهذا الشكل وطبعا لا تنسى انه إنه التاريخ والوقت نستطيع أن نقوم بتغيير التايب الخاص فيه بحيث يكون عندنا شورت يعني ايش يعني لو تذهبون على الجزء الخاص في الفورمات راح اشوف عندك لونج اخليه شورت لسرعه التعامل مع المستخدم راح يكون عندك بهذه الصيغه تماما يعني بشكل مباشر يستطيع الكتابه فيما يخص التاريخ والوقت اوكي آم، بنفس الوقت اللي اللي تحتاج الان الى بعض الامور التصميميه فيما يخص التصميم المتجاوب اول شيء آه، هذا الكومبو بوكس هذا الجروب بوكس عفوا تحتاج الى الانكر الخاص فية يكون عندك Right, Top and Left يعني اتس اوكي okay. راح يكون عندك في الاتجاه اللي هو الان مصنف في الاتجاه العلوي اخليه في اتجاه اليسار وفي الاتجاه العلوي تماما اوكي حتى يبدي ياخذ عندك بنظر الاعتبار جيد او يا يمكن تحتفظ فيه في هذه الجزئية تماما يعني يكون عندك في الاتجاه العلوي ثم ذلك يسار يمين كذا الحال مع هذا الجزء ايضا راح يكون عندك في اتجاه علوي يسار يمين اما الكمبوننت اللي هي داخله يمكن انه انت تصنفها انه هي تكون عندك فقط في اتجاه اليمين الى اليسار يعني احنا كل هذه الكمبوننت خليناها على اساس انه الانكر مالتها يكون فقط في اتجاه اليمين وكذا الحال مع هذه الكمبوننت ككل كل هذه الكمبوننت تقوم بعمليه اختيارها وتذهب على الانكر الخاص فيها وتجعله في اتجاه اليمين تماما اذا اصبح عندك الكومبو بوكس هو أو توب ليفت رايت اما بالنسبه للكمبونات الداخله راح تكون عندك فقط الى الليفت آه بنفس الوقت تستطيع ان تقوم باضافه لمسه تصميميه انه هذه الكمبوننتس الثلاثه تجعلها في اتجاه اليمين اما هذا التاريخ تجعله في اتجاه اليسار تماما اوكي okay. كلمسة تصميمية بطبيعة الحال um, uh, هذه الجزء هو نفسه راح يبدي يتكرر عندك في العلاوة التالية يعني اخذ نفسي تنسخ لسق اوكي okay. وطبعا احتاج انه ازيد السايز يكون عندك بهذا الشكل وهذا راح تكون طبعا العلاوة القادمة العلاوة القادمة ممتاز أيضا تتضمن درجة ومرحلة وراتب اسمي وتاريخ بنفس التفاصيل تماما لا يوجد عندك أي اختلاف جيد يتبقى عندنا تاريخ واحد فقط وهو آخر تاريخ ترفيع أو تاريخ الترفيع يعني الترفيع أو الترقية أو الأبجريد أو البروموشن بطبيعة الحال للemployees للموظف تحدث كل فترة زمنية احنا حددناها في سلم الرواتب أربع سنوات أو خمس سنوات هذا التاريخ احنا نحتاج انه نحفظه جدا مهم على اساس انه تحدث عملية الترقية بطبيعة الحال اوكي فطبعا على هذا الاساس ايش ايش انت تحتاج اه تحتاج الى, اه الى مثل نظافته هنا لان هو جدا مهم اه نقوم بتصغير الاسم هذا جدا يكفي والعنوان الاضيف الوظيفة ايضا نقوم بعملية تصغيرة ليكون عندك بهذا الشكل ثم بعد ذلك اسحب هذه الأجزاء بحيث تكون واحد جانب الآخر I think يعني الاسم يكون عندك بهذا الشكل جدا يكفي وأسحب يكون عندك بهذه الصيغة ثم أخذ هذا التاريخ وأخذ نسخ وأضع لصق هنا وأقوم بتقليل التكست السايز الخاص فيه أستطيع أن أقوم بتحديد كل هذه الأجزاء وأقول له أنه إحنا عندنا alignment distribution Horizontal Spacing Make it to equal واضبط لتكون عندك بهذه الصورة تماما اوكي هذا ايش راح يعتبر عندي؟ هذا راح يعتبر عندي تاريخ اخر ترقية او ترفيع تاريخ اخر ترقية او ترفيع اوكي وطبعا هذا راح يكون كانكر في اتجاه اللفت هذا يعتبر كأنكر في اتجاه اللفت تماما جيد ممتاز الآن أصبحت عندي المعلومات الأساسية تمام المعلومات الحالية تمام المعلومات العلاوة القادمة تمام أقوم بتحديد كل هذه الكومبو بوكس وأقول له إنه إحنا عندنا ميك فيرتيكال سبيسينج إيكوال وثم ذلك لدي إيش لدي كومبو بوكس أخير يضمن الملاحظات وهذه طبعا نقطة جدا مهمة أوكي؟ نقطة جدا مهمة فيما يخص طبعا الملاحظات أستطيع أن أزيد السايز يكون عندك بهذا الشكل وأقوم بأخذ هذه الكومبو بوكس أيضا بسحبه بهذا الشكل وأقوم بحذف كل هذه الأجزاء ما أحتاجه أوكي وأحدد هذا الكومبو بوكس ثم بعد ذلك أبدي بتحديد إلى الأنكر هذا الأنكر راح يكون عندك في كافة الاتجاهات أوكي نقطة جدا مهمة راح يكون عندك في كافة الاتجاهات فيما يخص طبعا هذا الأنكر نبدي بتقليل الجزء يكون عندك بهذا الشكل جدا يكفي أوكي نزيده يكون عندك بهذه الصيغة وأقوم بتغيير التايتل الخاص فيه وأقول إنه عندي الملاحظات الملاحظات طبعاً جداً مهمة فيما يخص هذه الجزئية طيب داخل الملاحظات إيش تحتاج تقوم بوضع؟ تحتاج أن تقوم بوضع rich, rich text box, text box with multi-line وتقوم بضبط ال ال container على أساس يكون عندك dark in بارنت container يكون عندك بهذا الشكل أوكي بحيث إنه يستطيع المستخدم أن يقوم بإدخال أي نص يحب انه يدخله في جزئيه العلاوه وجزئيه الترفيه اوكي ممتاز حتى يكون عندك تصميم جيد ومتناسق تستطيع ان تقوم بضبط هذا السايز يكون عندك بنفس هذا السايز اوكي وكذا الحال تستطيع ان تقوم بتحديد هذه الاجزاء وتضع الالايمنت في اتجاه اليمين بهذا الشكل حتى ياخذ بنظر الاعتبار التصميم اوكي ممتاز اذا لاحظ هنا هذه هي البيانات الاساس اللي انا راح ابدي احتفظ فيها لاحظ هذه الحقول كلها راح ابدي اخزنها داخل جدول العلاوه والترفيع مثل ما ذكرت لك انت يمكن تعمل تاب جديده يعني تعمل بيانات اخرى خاصه في الموظف بيانات السكن ما ما اخذناها الان احنا بيانات الاتصال ايضا ما اخذناها بيانات شخصيه اخرى مثلا كالبطاقه مثلا كالبيانات جواز السفر الهوية الاي دي وهكذا اي بيانات اخرى مطلوبة قم بعمل جدول الها الان وقم بنفس الطريقة تماما هي عملية حفظ للبيانات لا يوجد عندك اي اختلاف في هذه الجزئية